لقد كان لي الشرف بدوري أن أقدم إلى مجلس الوزراء مرسوم جديد يغدي يعدل ويحدد المجال العمومي الأرضي والبحري لميناء تانيت، ويهدف هذا المشروع إلى ملائمة المخطط المتواجد حاليا طبق المرسوم 112/2019 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2019، وملائمة هذا المخطط القائم مع إنشاء مدينة تانيت اللي خالت الحمد لله في مرسومها الأسبوع الفايت، ومع عمل إنشاء منطقة هي المتواجدة جنوب الميناء، وهي التوسعة الطبيعية للميناء وإخلاءها من المخطط القديم من أجل توسعة الميناء. هذا هو أساس مشروع المرسوم اللي تقدمنا فيه، وشكرا.